بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، تقبل الله تحياتي ويسعدني ان التقي بكم. وهذا اللقاء الكبير في لقاءات الجوله الثامنه واللقاء المؤجل من عمر دورينا الدوري المصري في النسخه رقم 65 للموسم الحالي. لقاء اليوم لقاء يجمع زد اف سي امام النادي الاهلي. نتمنى بمشيئه الله ان نستمتع باحداث المباراه ومشاهدة جميلة طيبة بإذن الله. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم. الآن مشاهدينا مباراتين في وقت واحد في لقاءات مؤجلة من الأسبوع الثامن. هذه لقاء أول زد اف سي أمام النادي الأهلي هنا في ملعب السلام، ولقاء ثاني في استاد القاهرة الدولي هو لقاء يجمع الزمالك أمام نادي الاتحاد السكندري. ومن لحظات قليلة المصري البورسعيدي في استاد برج العرب لقى هزيمة أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد. هذه الأجواء الجميلة، وده طبعا الجهاز الفني لكل فريق الكابتن مجدي عبد العاطي مدرب زد اف سي، وطبعا مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي. النهارده زد اف سي هو صاحب البيت، هو صاحب الدار، والنهارده طريقه لعب 4-3-3. علي لطفي حارس مرمى، باك يمين احمد عبد النبي، باك شمال احمد زكي، اثنين قلبي دفاع محمد اسماعيل، مصطفى العش، ثلاثه في نص الملعب احمد الصغيري، متى مجاسة، محمود نبيل، ثم ثلاثه موجودين قدام في الخط الامامي. على الطرف اليمين عبد الرحمن البنوبي، على الطرف الشمال مصطفى زيكو، وراس حربه المطرقه شادي حسين صاحب القميص رقم 9. في المقابل النادي الاهلي ايضا طريقه لعب 4-3-3. مصطفى شبير حارس مرمى، باك يمين اليوم عمر كمال، باك شمال كريم الدبيس، اثنين قلبي دفاع محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ثلاثه في نص ملعب مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، عمرو السليب، والثلاثه موجودين قدام في الخط الامامي. على الطرف اليمين المغربي رضا سليم، وعلى الطرف الشمال المتالق طاهر محمد طاهر، وراس حربه الفولت العالي محمود كهربا صاحب القميص رقم 7 النهارده في مباراه اليوم. حكم هذه المباراه حكمنا الدولي امين عمر، مساعد اول سمير جمال، مساعد ثاني اسامه السيد، والحكم الرابع ابراهيم محمد، حكم الفار هو وائل فرحان، ومساعده محمود الدسوقي. نتمنى بمشيئه الله ان نستمتع باحداث المباراه في اجواء جميله جدا، وفي يوم العيد نستمتع بمستوى فني عالي في اداء زد اف سي والنادي الاهلي في المواجهه الاولى في تاريخ الناديين. النهارده الكابتن مجدي عبد العاطي اخر مباراه لعبها كانت 3 ابريل الماضي من 10 ايام امام سيراميكا 1-1، والنهارده بيلعب بنفس التشكيله. اما طبعا كولر النهارده بيعمل 3 تعديلات بالمقارنه بتشكيلته في اللقاء السابق امام نادي انبي اللي كانت لعب من 72 ساعه بالتمام والكمال. بعد الشوط الاول النادي الاهلي على اليمين بالاحمر، وفريق زد اف سي هيكون على شمال الشاشه بالزي الاسود النهارده في هذه المباراه. على الارض محمد عبد المنعم، على الشمال جيده كريم الدبيس، كريم بعرضية خطير للاستلام، متر قطورة التصويب والصد واللمسة، ولكن تعدي، يا الله يا الله يا الله يا الله، خطيرة جدا، تصويبتين بقدم المدفعجي عمرو السرية. في الأولى جت في قدم على طول العش، وفي الثانية تعدي بسلام وأمان. هذه العادة مرة ثانية، هذه العرضية ثم اللمسة من كهرباء والمتابعة والتصويبة الجميلة، وعلى طول تعدي في المرة الثانية بسلام وأمان على مرمى الحارس علي لطفي. طبعا علي لطفي وشادي حسين كل دول طبعا كانوا من لاعبي ومن نجوم النادي الاهلي. على الشمال طاهر محمد طاهر، عاوز يعد طاهر، جابوها دربكه وتصويبه حلوه، الله الله الله، شكلها حلوه التصويبه قدم المغربي رضا سليم، ولكن عليت شويه وتعدي وطلعت فوق العارضه وتبقى ضربه المرمى حاليا لصالح نادي زد اف سي. طاهر ناحيه مروان عطيه، عمرو السليب، الباص الطولي حلو، طاهر محمد طاهر عايز يعدي طاهر، لسه مع الكرة طاهر بلمسة مهارة من عمر كمال، منتهى الخطورة، دخل عدى عمر كمال بعرضية قوية، لمسة من كهربا، ولكن لمسة اليد
ولكن عمر كمال عمل هجمة وعمل تحرك ممتاز وعدى بالواحد والتاني ويلعب العرضية الساحرة عالية قوية الى حد ما على قاربة وتعدي بالسلام وامان. ادي العادة مرة تانية انطلاقا مهارة بلمسة بعرضية ولكن في قدم قاربة وفي يد محمود كهرب ولمسة يد واضحة من نصيب طبعا نادي زيد. عمرو السلية انطلاقة من السلية باصة بينية خطيرة كهرباء تصويب والصد الحلوة لسه في خطورة بلمسة ولكن 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 عادل لطفي يتألق في الكدر ويظهر مرتين ويمنع هدف وهجمة خطيرة جدا لنادي الاهلي. الاولى بقدم محمود كهرباء والتانية بقدم على طول عمرو السلية. هذه الاولى كهرباء ثم التانية عرضية ساحرة وتصوبة جميلة بقدم عمرو السلية ولكن تألق واي تألق وابداع واي ابداع. دفاع جيد من لعيبة طبعا فريق زد اف سي حتى الان في المباراة. عرضية خطيرة المتابعة متابعة الخطورة والصد والتألق ولكن تعدت تلعب برة خطيرة جدا جدا. عرضية اتلعبت جميلة والمتابعة بقدم رضا سليم ولكن تعدي بسلام وامان. لمسة على اليمين في نص ملعب عمر كمال رضا سليم لعمر كمال تغطية حلوة من متى مجاسة تترد الهجمة تصل عمرو السلية عرضية متابعة هوب اللمسة والسلام مروة عطية بعرضية ساحرة قتل راسية مش ممكن يا راجل بتعمل ايه. مروان عطية يلعب عرضية ساحرة بص الماز ثم الالتقاء وضربة راس بدون عنوان من طاهر محمد طاهر. ادي القطعة وادي المتابعة وادي العرضية الجميلة جدا جدا بقدم مروان عطية ثم الراسية الغير عادية من طاهر محمد طاهر ولكن حطها فين في السماء. طاهر محمد طاهر حطها في السماء. تغيير ملعب ممتاز عطف اليمين في المكان الفاضي ناحيه عمر كمال عرضيه ساحره والراسيه يا الله يا الله على العرضيه العرضيه الماز بقدم عمر كمال ولكن الراسيه لو لبست في دماغ محمود كهرب يعني العرضيه ايه عملها عمر كمال زي ما الكتاب ما بيقول. سلام احمد الصغيري على اليمين عبد الرحمن البنوبي بصة بينها خطيرة التصوبة حلوة الله 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 على تصوبة جميلة ارضية زحفة بقدم احمد الصغيري ولكن التألق والتركيز والابداع هو السمة دائما في اداء الحارس الواعد مصطفى شوبير. تترد مروان عطية على اليمين منتهى الخطورة رضا سليم المهارة واللمسة والتألق من علي لطفي والتألق من علي لطفي يتألق تقريبا للمرة التالتة او الرابعة لطفي ويمنع هدف بالنسبة للنادي الاهلي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الاول. شوط اول جميل شوط اول جميل ماتش حلو في اداء الفريقين. لمسة على الشمال عبد المنعم قلب الدفاع ولكن بدون تركيز وعلى طول تيلش منه كورة وطلع بره طوبة ضربة المرمى حاليا لصالح فريق زد اف سي. ادي النجم الكبير انتوني مودست هذا اللاعب قصة وحكاية ورواية تألق بشكل كبير جدا جدا في الملاعب الالبانية والملاعب الفرنسية وكان صال وقال وحقق بطولات وانجازات وارقام واهداف عديدة وكثيرة بكل التأكيد وانضم في هذا الموسم مع نادي الاهلي انتوني مودست ولكن لسه حتى لم يثبت وجوده بشكل كافي والان حكم اللقاء بصفه بنهايه الشوط الاول في لقاء زيد والاهلي في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن مع عمر دورينا الدوري المصري. الشوط الاول شوط جميل ومثير ولكن شوط اول ينتهي بالتعادل السلبي وشوط اهداف ضائعه بالنسبه للاهلي وتصوبه حلوه بالنسبه لفريق زيد. نزول قطه وخروج اعزائي المشاهدين الموريتاني متى مجاسه رقم 37 يبقى كده الكابتن مجدي عبد العاطي عمل تغيير اول بين الشوطين والنادي الاهلي ما عملش ولا تغيير حتى الان في المباراه. الشوط الثاني بدا زيد على اليمين والنادي الاهلي على الشمال والشوط الاول في لقاء الزمالك امام الاتحاد السكندري انتهى بالتقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. لمسه استلام تصل احمد نبيل كوكا كره طوليه للسليه لكوكا مره ثانيه انطلق راح زاد دفاع من قطه
تصل السرية على الشمال روعة، كريم عرضية كريم راسية متابعة، الاستلام بلمسة براسية مد الخطورة على اليمين تصل عمر كمال عرضية راسية، الله يا الله خطيرة رهيبة ولكن تعدي، ضربة الراس من طاهر محمد طاهر ولكن تعدي بسلام وأمان على مرمى علي لطفي، ولكن هجمة وأي هجمة، محاولة وأي محاولة، خطورة وأي خطورة موجودة ورا على مرمى علي لطفي. أدي العادة مرة تانية، مرة واثنين وثلاثة، ضغطي من اليمين ضغطي من الشمال ضغطي كمان في عمق الملعب، كلها محاولات من أجل تسجيل الفرحة الأولى ومن أجل تقديم العادية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. تصل عمر كمال لرضا السيم عرضية لبرا، مروان عطية تصويب والصد الحلوة، تعامل جيد من علي لطفي لتصويبة شكلها حلو بقدم مروان عطية، لمسة وهجمة عمر كمال عرضية راسية خطيرة جدا والصد، الله 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 عليك يا ولد الله، عرضية حلوة بالمسطرة بالملي بقدم عمر كمال ثم ارتقاب وضرب الرأس المتقنة من وسام أبو علي، والإبداع وقمة الإبداع من علي لطفي يتألق ويطير ويحط يديه ويطلع كورته بره الملعب ركنية للأهلي. رضا سليم عرضية راسية خطيرة جدا، مش ممكن مش معقول، عبد المنعم محمد عبد المنعم عاوز يعملها زي ما عملها في مرمى الوداد الرياضي المغربي في لقاء العودة في النهائي لما اتلعبت عرضية ساحرة بقدم علي معلول واتحرك للأمام وراح على أي مريب عبد المنعم وحطها في الشباك، ولكن المرة دي تعدي بسلام وأمان على مرمى نادي زد اف سي، تعتبر سبعة بالنسبة لنادي الأهلي حتى الآن في المباراة. الضربة الركنية بقدم رضا سليم، وادي وسام ابو علي النجم الفلسطيني، رضا سليم عرضية راسية متابعة خطيرة، هوبا التصويب والهدف جوا جول جوا جول احمد عبد القادر، ولكن راية من المساعد الاول سمير جمال والصفارة من حكم اللقاء امين عمر يشير بالتسلل موجود لصالح نادي زد اف سي، ولكن ضربة ركنية جميلة جدا بقدم رضا سليم ثم متابعة بقدم احمد عبد القادر يحطها في الشباك على يمين علي لطفي، ولكن راية وصفارة وتسلم موجود لصالح نادي جد اف سي في انتظار التأكد من حكام الفار الكابتن وائل فرحان ومساعده الكابتن محمود السوي. هذه العادة مرة تانية، هذه العادة مرة تانية، هذه الرأسية ثم متابعة الجميلة والتصويب الحلوة والتسلل على مين، على عبد القادر ولا على كهربا، هنشوف ونتابع ونتأكد من حكام الفار راية من المساعد الاول واعتراض من اللاعبين على الكابتن سمير جمال. ادي العادة مرة واثنين وثلاثة، وادي الراسية والدفاع والمتابعة والجميلة والهدف الاول في المباراة، وادي المساعد الاول الكابتن سمير جمال وحوار مع الكابتن رامي ربيع الكابتن نادي الاهلي امين عمر في انتظار قرار الفار اذا كان هدف شرعي ولا في تسلل، ولو في تسلل هيكون على كهربا ولا على احمد عبد القادر. ادي جماهير النادي الاهلي المارد الاحمر وجماهيره الكبيرة اللي طبعا تسعى اليوم من اجل الفرحة ومن اجل الفوز النهاردة في المباراة بعد اخر مباراتين دون انتصار بالنسبة للكتيبة الحمراء، هزيمة ثم تعادل، والاهلي النهاردة يسعى من اجل استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الحزينة والغاضبة من سوء الاداء ومن سوء النتائج في خلال الجولتين الماضيتين. تسلل عبد القادر لمحمد مجدي قفشه، باصه حلوه على يمين جميله تصل ناحيه عمر كمال، عمر كمال والعرضيه هوب التصويب، ولكن سهله ضعيفه بقدم مودست في احضان الحارس عادل لطفي. دخلنا تقريبا على اخر خمس دقائق متبقيه خلاص على نهايه المباراه، والتعادل السلبي حتى الان قائم بين الناديين. لمسه مره ثانيه تصل كريم فؤاد، الكره بطريقه قفشه، دفاع بقدم العش ترجع الشمال ناحيه كاجو، يطلع كورته ويعليها كاجو ناحيه على طول، استلام وسام هوبا التصويبه حلوه والهدف
جوه الجول جوه الجول. الهدف الاول الهدف الاول النجم الفلسطيني المفتاح السحري المفتاح السحري لهز الشباك على طول، وسام ابو علي يسجل الهدف الاول، هدف التقدم مع لحظات اخيره قاتله من نهايه المباراه. افتح يا سمسم افتح يا سمسم، وعلى طول وسام ابو علي يسجل الهدف الاول، هدف التقدم في المباراه. البديل السوبر البديل السوبر يكافئ مدربه على طول الكر ويسجل الهدف الاول، هدف التقدم يا ساده في الدقيقه 89 من نهايه المباراه. ادي وسام، وادي السده الحلوه من مودس، وادي التصويبه الحلوه 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 بقدم النجم الفلسطيني وسام ابو علي عشان يسجل هدف غالي في وقت قاتل من نهايه المباراه. الهدف الاول والوحيد في اللقاء اليوم، اخيرا المارد الاحمر الكتيبه الحمراء يترجم الضغط والسيطره والاستحواذ والهجمات ويسجل هدف اول في المباراه مع لحظات اخيره قاتله من عمر هذا اللقاء الكبير. الاهلي واحد ونادي زد اف سي لا شيء. اخر هجمه اخر انطلاقه دفاع من كريم، ومعاها حكم اللقاء بصفر بنهايه المباراه. والفوز الغالي والغالي جدا، والفوز الصعب والصعب جدا، فوز اليوم النادي الاهلي على زد اف سي بهدف واحد مقابل لا شيء. هدف جميل بتصويبه قويه مدويه بقدم النجم الفلسطيني وسام ابو علي في الدقيقه 89 من نهايه المباراه. الفوز وصل النادي الاهلي للنقطه رقم 21، ومعاها مشاهدينا يتقدم في الترتيب للمركز رقم 10، ويتجمد رصيد زد عند النقطه رقم 24، وكما هو يحتل مركز خامس في ترتيب جدول الدوري. الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي، وتقديم عاديه لجماهيره بالفوز الغالي والصعب على زد، وطبعا اكيد حظ اوفر لفريق زد اللي عمل مباراه محترمه امام الكبير النادي الاهلي النهارده في لقاءات اليوم. مشاهدينا بشكركم، كل سنه وحضراتكم بخير وعيد سعيد. تقبلوا تحياتي المعلق الرياضي محمد الكواليني، لكم مني كل التحيه، وفي الختام احلى كلام وسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.